واد خففتني يا قلبي. بدرة بدرة طولت الخطوة. هعمل ايه طيب؟ يا واد انت مش عندك شقة؟ بس اللي عارف اجيب الكهرباء ولا اجيب المطبخ حتى بالجمعيات. بنك القاهرة عامل حساب التوفير بالتقسيط، ده بتحوش فيه فلوسك زي الجمعية بالظبط، وفي الآخر بتاخد المبلغ اللي انت حطيته وعليه عائد على المبلغ كأنك حطه من الأول. ساعتها اعمل اللي انت عايزه، إن شاء الله تجيب كيتشن ماشين. الكلام ده بجد يا أستاذ؟ أمال بهزر معاك يا واد. يلا قول لي. التطار جايزه؟ بنك القاهرة معا لغد المشرق.